جميل ماله النهارده؟ ما سمعتش صوته ليه؟ النبي سيبني دلوقتي يا فرج، احسن انا متضايقه قوي. بتقولي ايه؟ عايزاني اشوفك متضايقه واسكت؟ مالك حبيبتي؟ ايه اللي مضايقك؟ امي يا فرج. مالها؟ تعبانه تاني؟ بعد الشر عليها. لا، قال ايه مش عايزه تيجي تقعد معايا في الفيلا الجديده. ليه بقى؟ لازم مش عاجبها الفيلا. عايزه تقعد في بيتها. قال ايه بالناسها وجيرانها. الله، طب ما هي الفيلا بيتها برضه، واي حد من جيرانها عايزه تشوفه نبعت العربيه تجيبه. انت اصلك مش عارف امي يا فرج. امي ست حساسه جدا، فاكره انها لو جت قعدت معانا في الفيلا انت هتتضايق. اتضايق؟ ده كلام برضه يا زهره. بالعكس يا حبيبتي، ده وجودها معاك هيونسك ويطمني عليكي. لو قلت لي سفريه هنا ولا هنا، ولا اضطريت اجي هنا الفهيمه وحليمه والولاد. طب قولي بس اعمل ايه يا حاج؟ طب سيبيلي الموضوع ده، انا هتصرف. اهو اديني جهزت يا حاج اهو. الحمد لله، والنبي ما وقع يمينك الارض ابدا. يا سلام، ده انت خيرك عليا طول عمري. الله يكرمك يا حبيبتي، اهو انت بموافقتك دي عملتي فيا جميل مش هنساهولك ابدا. شفتي بقى الحاج بيحبك قد ايه ياما؟ قصدي يا ماما، لساني غلط قدام الحاج. طب ايه رايك بقى ان انا طول عمري احب كلمه ياما دي؟ انا فضلت طول عمري اقولها لامي الله يرحمها ويحسن اليها. الله يرحمها. يا سلام، شفتي؟ والنبي يا حاج انت ما في الدنيا زيك حد ابدا. طب يلا بقى عشان ما نتاخرش. معلش يا اختي. لا استني عليا بقى ما لم حاجتي. تلمي ايه يا حماتي؟ هدومي يا حاج. احنا مش عايزينك تلمي حاجه، احنا عايزينك مشفيه كده وهناك هتلاقي كل اللي يلزمك. كتر خيرك يا حاج. يا سلام، انا جبت لك كل احتياجاتك يا ماما. كده ده كتير والنبي عليا قوي ده. طب يلا بينا بقى، انا اصلي محضره لك خبر هيفرحك قوي انت والحاج، بس مش هقوله غير لما نخش الفيلا الجديده ان شاء الله. على فين بقى العزم يا اختي؟ ان شاء الله هنبتدي القر بقى. اهلا وسهلا يا اختي. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بيك حبيبتي. اهلا بيك. والنبي الحاج يا اختي اصله حكم رايه الهي ربنا يسعده ان انا قال اروح اعيش معاهم في الفيلا الجديده. يا رب يجعلها ادم السعاده عليكم. يا رب، بس والنبي ما تغيبي علينا. وانا استغنى، بس بقدوني العنوان. ولزومه ايه العنوان؟ احنا هنسيبك تيجي في المواصلات، انا هبعت لك العربيه تجيبك لحد عندنا. شفتي؟ والنبي ما تغيبي عليا. لا يا روحي، والنبي هتوحشيني. هتوحشيني والله. يا تعالي يلا، تعالي الكاميرا يلا. ابقى في الله الباقي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، ازيك يا مدام زهرة؟ ازيك يا فوزي، عامل ايه؟ شرفت يا حاج. يا حاج انت على طول ناسيني كده يا حاج ولا ايه؟ متهيألي شفتك قبل كده. ايوه يا حاج، انا فوزي العدا والشماشيرجي المحامي اخصائي النقد والاستئناف والدليفري كله، اللي زرت سعادتك في المستشفى. الله يا حاج، ده انا كتبت لك شروط عقد الجواز وشهدت على عقد زواجك من الاخت زهرة. ايوه، مش انت المحامي اللي عندك مكتب تحت بير السلم؟ لا ما خلاص، ربنا كرمنا عدنا من المرحله دي خالص، بقينا فوق قوي، عملت اوضه فوق السطوح الحمد لله. طب ما تيجي تشتغل عندي وتسيبك من الهم اللي انت فيه ده. والله يا حاج موضوع الشغل ده انا شايف ان لسه قدامي مشوار كفاح وشقاء وضنين، وان شاء الله هوصل لاخره. يعني يا خي هتلاقي ايه في نهايته؟ بقول لك يا فوزي، انا عايز افتح في الحاره هنا سوبر ماركت، بس تكون يعني اسعاره مهوده شويه عشان الناس الغلابه اللي هنا. والله ربنا هيكرمك اخر كرم، وده يبقى مشروع هايل يا رب يا فوزي. وعايزاك بقى تشوف لي محل اعمله اجزخانه قدام اجزخانه المخفي دوت عشان اعرف افلسه كويس. ان شاء الله، عايزك تطمني على الاخر وانا هجهز لك كل حاجه واتصل بيك. نفذ اللي بتقول لك عليه، انت عارف طلبات الحاج اوامر. تحت امرك يا حاج. مع السلامه. الف سلامه. يلا سلام عليكم. سلام يا زهرة. هانم هانم، قال على رأي المثل، امتى طلعت القصر؟ قالوا امبارح العصر.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة النبي صلاة النبي. صلاة النبي ما شاء الله. ايه ده كله؟ إلهي ربنا يجعلها أدب السعد عليكم يا رب. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. إيه رأيك بقى؟ إيه ده؟ أنت وضبت يا حاج وحطيت الزرع؟ آه شوف البسين بقى والجنينة. بسم الله ما شاء الله. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ بس إياك تكون قد المقام. طبعا. تعالي بقى شوف السفرة بعد ما تفضلي. كمان السفرة؟ تعالي ياما شوفيها هتعجبك قوي. أظن مفيش حاجة ناقصة دلوقتي غير تقول لنا الخبر اللي أنت مخبيه عننا يا زهرة. جمد قلبك الأول يا حاج. ياه للدرجة دي؟ يا أختي قولي له بقى ما تحيريهوش. شكلك عارفة حاجة يا ست الكل. ما تفهم أنت بقى يا حاج. أما لو كانت الحاجة اللي في بالي هبقى أسعد واحد في الدنيا. أنا حاجي. الله أكبر الله أكبر. إيه البشرة الحلوة دي؟ ده خبر يستاهل تقلك ده. شفت بقى ست الكل ان دعوتك استجابت على طول لما قلت ربنا يجعل هذا السعد عليكم. الف مبروك يا حي. ولد باذن الله. الدكتور قال كمان شهرين ان شاء الله نعرف اذا كان ولد ولا بنت. ولد ولد ان شاء الله. المهم بقى يا حبيبتي من النهارده مش عايزك تشيل الياسمينه من على الارض، يعني ترتاح على الاخر. وانت يا ست الكل من النهارده زهرة امانه في رقبتك. في حد برضه يوصي ام على بنتها؟ شفتي بقى يا حماتي وجودك معانا كان مهم ازاي؟ تعالي بقى لما افرج ماما على بقيه الفيلا. يلا يا حاج. على مهلك على مهلك. على اقل من مهلك. خطوه خطوه. ان شاء الله. خطوه خطوه. يا سلام. يا سلام. يلا تعالي يزيدك من حاج فرج ابو اليسر وولد. الله الله. ازيك يا حاج؟ كده يا واد؟ خلاص؟ مالكش اهل تسال عنهم؟ انت نسيت ان ليك اخت وبنات اخت؟ ده انت حتى ما طلبتنيش مره بالتليفون. الله انت طولت علينا ولا ايه؟ لا طولت ولا قصرت يا حاج. انا بس كنت خايف اقلقك وانت في شهر العسل. عليا انا الكلام ده يا واد؟ ده انت في الجوازات اللي فاتت كنت بتطلبني حتى وانا في شهر العسل وتقعد تلدعني كده بالكلام من تحت لتحت. ولا يعني الجوازة دي مش جاية على هواك؟ ازاي يا حاج؟ لا 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 طبعا. المهم انت مبسوط وصحتك تمام؟ الا مبسوط يا ماجد. ده مفيش حد في الدنيا دي كلها مبسوط قدي. وحبشرك كمان ببشرة حلوة. خير؟ زهرة حامل. بالسرعة دي؟ ايه؟ قصدي الف الف مبروك الف مبروك. تلاقيك فرحان قوي يا حاج. الا فرحان. ده انا بدعي ربنا في كل صلاه انه يكون ولد. ولد ولا بنت اللي يجيبه ربنا كويس يا حاج. ونعمه بالله. بس انا نفسي في ولد. نفسي احط جنب فرج ابو اليسر كلمه وولده. ربنا ينولك اللي في بالك. المهم انت هتيجي بقى معايا تبارك لزهره مراتي وتتغدى معانا. لا معلش عفيني من حكاية الغدا دي يا حاج. أنا مش هقدر. بارك لها أنت بالنيابة عني. ليه بقى؟ طب ده أنا هغديك غدوة مكن من إيد حماتي أحسن من الأكل اللي بتاكله من إيد حليمة دي. حماتي تطلقت حتة طباخة. مفيش كده. لا لا مش هقدر. أصلا أنا مرتبط بميعاد. آه لازم هتغدى عند حليمة. أنا هكلمها. لا يا حاج أنا مش هتغدى عند حليمة. أنا مرتبط مع جماعة وصحابي. أصحاب إيه يا عم فرقعهم؟ لا يا حاج ما ينفعش أرجوك. خليها المرة الجاية. بقولك ايه؟ انت عارف بقى عمك فرج ابو اليسر لما تطلع حاجه في دماغه ما يرجعش عنها. هتيجي تتغدى معايا يعني هتيجي تتغدى معايا. انت مالكش عندي كلام تاني.